اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنناقش قبل مكالمه الكابتن سيد اللي قاله الزميل احمد عفيفي انه بشان اللعيبه الاجانب، وانه ازاي لما فشلوا او في تقديره جورج الحسن فشل مع الاهلي طلع القرار في 85 مشي الاجانب من مصر ارضاء للاهلي. ده القرار اللي قاله بهذا الشكل الضمني. لكن هلا باشمهندس، هم قالهاش بالطريقه دي، انما اوحد بالظبط يخليك يستقر في وعيك وذهنك انه الاهلي بيحكم، وانه حرم الزمالك من كوارشي، وحرم المقاولين من الاثنين الاجانب اللي جامدين جدا عشان تسلك الطريق للاهلي. مبدئيا خلينا نحتكم للمنطق والحجه والواقع. هو فعلا جورج الحسن كان علامه على فشل الاهلي في الفتره دي؟ الزمالك نجحوا معاه والمقاولين نجحوا معاه، بس هل الاهلي كان فاشل عشان يطلع له قرار ينقذه؟ نجحوا معاه يعني في عدد البطولات اللي جابها في المقاولين. ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه اللي حصل في الفتره دي، فتره وجود اللعيبه الاجانب هنا وهنا وهنا؟ النادي الاهلي اخذ يا باشمهندس في خلال وجود التجربه وجود الاجانب من 82 ل 87 ل 85 اللي اتكلم عليها الاستاذ احمد عفيفي، الاهلي اخذ 7 بطولات. الاهلي اللي فاشل مع جورج الحسن خد 7 بطولات، خد 3 افريقيا و3 كاس مصر وبطوله الدوري. الاهلي الفاشل مع جورج الحسن من 82 ل 85 7 بطولات. طب الزمالك الناجح قوي مع كوارشي اللي خلى اتحاد الكره الاهلاوي قوي يطلع له القرار عشان يمشي كوارشي من الزمالك. الزمالك اخذ في الفتره دي 2 بطولات، الدوري وبطوله افريقيا. اذا 7 بطولات بتوع الاهلي، بس 2 حلال احسن، 2 حلال احسن من 7 حرام. من 7 لان الاثنين دول بكوارشي، والسبعه دول من غير كوارشي في ظل وجود الفاشل جورج الحسن. فبقى بغض النظر جورج الحسن الاهلي استفاد منه، الاهلي ما استفادش منه لانه اصيب، وهيقول لكم المهندس عدل على قصته لانه اصيب فعلا فاتحرم الاهلي من وجوده. ده اصيب واعتزل كره القدم بعد ما مشي من الاهلي. فبالتالي اصابه زي ما تيجي لاي لاعب، هو كان الكينج. طب استنى، اسمه كينج جورج. فاسمه في غانا، وانا عرفت، انت عارف السر بقى، المفاجاه في الفتره اللي بيقول لك الغوه عشان الاهلي. الاهلي انا كنت ما كنتش في المجلس، كلمني الكابتن صالح تعالى لي، وكنا في شهر مارس 22 مارس كويس كده، وقال لي عايزك تسافر غانا من غير ما حد يحس وترجع. قلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي يعني في 3 لعيبه هتروح تقابل عماد البط سافرنا، ابو محمود بط رحمه الله عليه، هو سافرنا في غانا وهو صحيح زملكاوي، بس الراجل هيساعدك جدا. وقال يوسف وفانا واوتشي مش عارف ايه وينج ليفت 3. وقلت له يا كابتن ده انا هتجوز في ابريل، اول ابريل، فازاي هسافر وارجع 28 ولا 27 ابريل يعني مارس وكده. فقال لي يا ومش عارف ايه، المهم يعني بس انا كنت عايز المشوار ده فيه سريه وعايزك انت اللي تطلعه. اللي بيفكر كده في تفاصيل تانية كتير، وانا طلعت المشوار ده ما جبتش اللعيبه لان كان في حرب اهليه على الحدود، والطياره قعدت تلف بينا يوم ونزلت في ساحل العاج وطارت تاني ورجعت على مصر. ما عرفناش نخش غانا. لكن اذا النادي الاهلي ما كانش بيفكر غير في الدعم، هو اللي كان عايز افارقه. طيب الاهلي في وجود جورج الحسن ما استفادش منه، لكن الاهلي في الفترة دي خد 7 بطولات، الزمالك خد 2، بطولة افريقيا وبطولة الدوري. المقاولين مدعم ببيل انطوان الكاميروني وعبد الرازق الكريم الغاني خد 3 بطولات، دوري و2 افريقيا، والترسانة خد بطولة كأس مصر. يعني الأهلي 7 بطولات، الزمالك 2، المقاولين 3. القرار يطلع ليه؟ علشان اتحاد الكرة أهلاوي. طب اتحاد الكرة أهلاوي كان فيه مين؟ وده الحقيقه المعلومات المخجله، لانه سهل جدا اطلاق الكلام على عواهني والاتهامات مرسله. اتحاد الكره يا جماعه اللي اخذ هذا القرار كان رئيسه المهندس حسن عبدون. حسن عبدون راجل كان معروف لدى العامه انه راجل زملكاوي، بس مش قوي.
لكن لما تعرف انه كان معاه في هذا المجلس في هذا التوقيت اللي أخذ القرار اتنين من عتاد الزمالك ومن اكتر الرموز الزملكاويه الكبيره، كابتن محمد لطيف والمهندس نور الدالي. وما ادراك من هو الكابتن محمد لطيف اللي كان بيقول لك في القرعه الاهلي اختار واحنا اللي هنسنطر، من 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 عفويه احساسه بالزمالك. ايوه بس كان دمه خفيف والناس بتتقبلها. والمهندس نور الدالي رئيس نادي الزمالك التاريخي ونجم من نجوم الكبار القدامى، الاثنين كانوا مع المهندس حسن عبدون في المجلس. فانتم متخيلين انه مجلس بهذا التكوين هياخد قرار يجامل الاهلي ارضاء للاهلي علشان جورج الحسن ما وافقش على حساب الزمالك؟ هو جورج الحسن ما يكونش الا ان يكون الكابتن لطيف ده اهلاوي. لكن طب هو حتى الزمالك نفسه استفاد من ترحيل الاجانب ولا انضر؟ ما هو الكلام في وجود الاجانب، الاهلي خد 7 بطولات والزمالك خد 2. طب مشينا الاجانب يا عم، كابتن لطيف الاهلاوي مشى الاجانب ارضاء للاهلي عشان جورج الحسن، عشان يخلصوا من جورج الحسن. طب الزمالك لا، ده هو عشان يخلصوا من كوارشي لان جورج الحسن مش موفق. فيحلم يعني الزمالك. اكنك مش هتقدر تجيب لعيبه تاني. بالظبط، انا قلت لك اهو كنا رايحين هنجيب 3 لعيبه. فيحرم الزمالك من كوارشي فالزمالك يقع. طب الزمالك بعد كوارشي في ال3 4 سنين اللي بعديهم عمل ايه؟ هو استنى بس، هو كوارشي مش كان في الملعب سنه 85 وماتش 85 بتاع الناشئين والاهلي كسب 3-2. كوارشي جاب جون بالمناسبه. بالظبط يعني. بالظبط كان لعيب كويس، بس مش معنى كده انه نقل البطولات. ما حصلش، لان الاهلي كان هو برضه اللي بيكسب البطولات. الزمالك بعد كوارشي في ال3 4 سنين اللي بعد كوارشي خد 4 بطولات، خد دوري 87 88، خد دوري ابطال افريقيا 86، خد كاس مصر 87 88، وخد الافرو اسيوي 88. يعني لم ينهار الزمالك بسبب كوارشي اللي مشي، وايضا الاهلي ما كانش منهار في وجود الاجانب، سواء جورج الحسن عنده او كوارشي في الزمالك او عبد الرزاق كريم وبيل انطوان في المقاولين. لكن سهل الكلام ان انت تمرر انطباع انه الحق ده عمل كذا عشان الاهلي. خلي بالك الفتره دي اللي كان بينافس الاهلي على الدوري وعلى افريقيا وعلى الحاجات دي كان مقاولين العرب. صحيح. فالقرار ده اللي اتضر منه المقاولين. المقاولين العرب ما استفادش منه لا الاهلي ولا الضر، لانه كان بيكسب برضه البطولات. انما اللي استفاد بعد ما شيان الاجانب هم خلصوا مؤكد الزمالك. خلصوا كل الكلام مع الاهلي. جربوا كل حاجه. مش ممكن يعني حاجه طول النهار بيدور على حاجه بس. والنبي عشان خاطري يعني الحمد لله الاحداث موثقه وموجوده وهنرد عليها، امال هنسكت ازاي يعني؟ بالظبط زي ما يجي يقول لك، ما قاعد يقول لك الشحات 150 مليون جنيه 150 مليون جنيه، وبعدين يجي واحد برضو من اللي كانوا متبنين الشحات ب 150 مليون جنيه يقول لك هو زيزو احسن ولا الشحات؟ لما الشحات ب 5 مليون دولار هو اللي قال بقى، يبقى 5 مليون دولار يا 75 يا 80 مليون اكتر، مش 150 يعني. اعترف لما الشحات ب 5 مليون دولار يبقى زيزو بكام؟ ب 50 يعني. ده اهو ادي المنطق، اتفرجوا. زي بالظبط انتوا سمعتوا الكلام من كابتن سيد عبد الحفيظ وسمعتوا احتياجات الاهلي وادارته. لما يطلع مذيع في الاذاعه، وانا هنا بكلمك على بقى يطلع حد في الاذاعه ويسند خبر لاداره النادي، النادي الاهلي عمل ايه؟ قال لك النادي الاهلي توصل لاتفاق مع سان داونز. على ايه يا عم؟ قال لك الاهلي هيديهم اجاييه وياخد سيرينو ويدفع 4 مليون استرليني او 4 مليون دولار. وقال ايه؟ اداره الاهلي توصلت مع سان داونز لهذا الاتفاق. بالله عليكم ده يبقى ايه؟ في انهي اعلام ده؟ والخبر يسند الى اداره النادي. اداره النادي الاهلي قالت، واداره النادي الاهلي توصلت، والنادي الاهلي عرضت، واداره سان داونز استقبلت اداره الاهلي عند هذا الاتفاق. ده ايه؟ مش عارف ده ايه. يعني ما هو يعني في اي ظروف الاعلام ده بقى؟ يعني ناخدها في صناعة الوهم. لا ده مش صناعة وهم بس، ده انت كمان ده صناعة الكذب، لأن انت بتألف قصة وبتسندها لمصدر
من غير اي واقع ومن غير اي حجه ومن غير اي اساس من المعلومه. الاهلي هيدي اجاييه وياخد سيرينو ويدفع 4 مليون يورو او دولار؟ يعني ايه البيع ده؟ ده بيع محروق. هو بي 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 بيستفز اجاييه وبيحرق لك سيرينو، بس مش اكتر من كده. لا حول الله. زي بالظبط برضو في مقوله بيراد بيها او مقوله حق يراد بيها باطل. ايه يا سيدي؟ يقول لك الاهلي بيكسب باي حد، مره يقول لك عم حارس لو مسك الهلال يكسب البطوله. سيبك من ان ده تقليل من شان اي انسان، لكن فكره ان هو بس اما يتقال كده يعني هم مش بيعظموا من قيمه الاهلي؟ انت بتعظم من قيمه الاهلي اللي هم عمالين يناقشوها ان الاهلي ما بيكسبش بجداره، لكن